تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى الرمادي بالتزامن مع معركة عنيفة مع داعش، ومطالبات لإنقاذ قاعدة عين الأسد من هجمات التنظيم. الموت يهدد كبار السن والأطفال الذين نزحوا من مدن محافظة الأنبار وعوائل الرمادي على تخوم بغداد بانتظار دخولها. قيادة عمليات صلاح الدين تعلن دخول القوات المشتركة إلى مصفى بيجي، وطهران تعلن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بمعارك سامراء. البيشمركة تطلق عملية أمنية لاستعادة مناطق جنوب كركوك بإسناد التحالف الدولي وتتمكن من تحرير بعض المناطق. تواصل عمليات عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والعاهل السعودي يأمر بإرسال 274 مليون دولار لعمل الإغاثة الإنسانية. حصاد اخباري من التغيير، حياكم الله. والبدايه مع المعارك في الانبار، اليك فداء. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. اكد رئيس لجنه الامن والدفاع حاكم الزاملي انه من خلال الاتصالات التي اجرتها لجنه الدفاع البرلمانيه مع القوات المشتركه والقائد العام للقوات المسلحه، تم التوصل الى اتفاق لارسال قوات اضافيه الى محافظه الانبار بعد مناشدات اطلقتها القطاعات العسكريه للمطالبه بتعزيز قواتها لمواجهه تنظيمات داعش، مضيفا أن القوات الإضافية وصلت إلى مدينة الرمادي وهي متواجدة في المجمع الحكومي وبدأت تأخذ مواقعها للتحضير لشن عملية عسكرية واسعة وكبيرة لتحرير جميع المناطق التي استولى عليها التنظيم، موضحا في الوقت ذاته أن المجمع الحكومي ومركز العمليات والمناطق المحاذية لها أصبحت مؤمنة بعد وصول هذه القطاعات، وأن العمليات العسكرية المرتقبة تحتاج لمشاركة جميع أبناء العشائر لتقديم الدعم للقوات الأمنية. أعلن قائد الفرقة الذهبية الثالثة لواء الركن سامي كاظم العرضي أن قوات كبيرة من جهاز مكافحة الإرهاب دخلت الرمادي لتحريرها من قبضة تنظيم داعش، إذ أكد العرضي أن ثلاثة أفواج من جهاز مكافحة الإرهاب والقطاعات الأمنية الأخرى توجهت من بغداد إلى الأنبار لمساندة القوات الأمنية الموجودة هناك، مبينا أن تلك القوات والتعزيزات العسكرية دخلت الرمادي للمباشرة بتحريرها ومسك الأرض بمساندة القوات الأمنية والحشد الشعبي. في هذه الأثناء أعلن قائد الفرقة الذهبية اللواء فاضل برواري أن عملية تحرير مناطق الرمادي الشرقية انطلقت فور وصول التعزيزات العسكرية إلى مركز المدينة، وأن الساعات المقبلة ستشهد استعادة السيطرة على بعض المناطق والمراكز الحيوية بالرمادي. عملية الحشد الشعبي والعمليات الخاصة طبة الحبانية، قيادة فاضل برواري القائد الشجاع، وراح يطلع الرمادي ويحررها ويرجع الاهالي لبيوتها، واحنا شعب واحد، بلد واحد، وطن واحد، ويمس اهل الرمادي يمس اهل البصره. هذا ووصل 14 فوجا من الحشد الشعبي الى قاعده الحبانيه العسكريه للمشاركه بعمليات استعاده مدينه الرمادي. في هذا السياق اعلن متحدث باسم وزاره الداخليه العميد سعد معا إرسال فوج من الشرطة الاتحادية إلى محافظة الأنبار تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة بإرسال تعزيزات عاجلة إلى مدينة الرمادي لصد الهجمات الخاصة بتنظيم داعش وإعادة السيطرة على مناطقها الشرقية. في المقابل، طالب أحد شيوخ عشيرة البونمر الشيخ نعيم لقعود الحكومة الاتحادية بالتدخل السريع وإنقاذ قاعدة عين الأسد من تنظيم داعش، إذ أكد لقعود أن التنظيم شن هجوما عنيفا على قاعدة عين الأسد والقوات الأمنية القريبة منها وناحية البغداد أيضا بواسطة انتحاريين يقودون مركبات ملغمة، وهجوما آخر بالصواريخ وقذائف الهاون التي سقطت على المجمع السكني والقطاعات الأمنية هناك، لافتا إلى أن هذه الأوضاع المأساوية سببت إرباكا كبيرا لمئات العوائل في قضاء حديثة وناحية البغداد، مما دفعهم إلى النزوح باتجاه القاعدة العسكرية لغرض توفير الأمن لهم.
في تصريح يدل على وجود خلافات بين الحشد الشعبي والقوات الأمنية حول طريقة إدارة المعارك في العراق، دعا المشرف العام على الحشد الشعبي هادي العامري القوات المشتركة إلى ترك الخلافات والتعاون من أجل تخليص أهالي الأنبار من تنظيم داعش. وأكد العامري في تصريح صحفي أنه بانتظار أمر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي للتدخل في تلك المحافظة وتحديدا في مدينة الرمادي، التي أكد أن سقوطها بيد داعش سيعطي رسالة سيئة دون الإشارة إلى ما هي تلك الرسالة. والحديث أكثر حول ما يحصل في مدينة الرمادي ينضم معنا سلمان الكبيسي، صحفي من مدينة الرمادي. مرحبا بك سلمان. سلمان، يعني الأوضاع، أو سليمان، كيف تجد الأوضاع اليوم؟ ولك أن تضعنا في صورة ما يحصل في مدينة الرمادي بالنسبة للأوضاع الأمنية. نعم، أهلا وسهلا بك أخي العزيز مشاهدي قناتكم الكريمة. في الحقيقة اليوم صباح هذا اليوم شهدت مدينة الرمادي طلعات مكثفة لطيران التحالف الدولي وطيران صقور الجو وطيران الجيش العراقي لقصف أهداف ومواقع لتنظيم داعش في مناطق البوغانم ومناطق البوفراج ومناطق البومحل والبسودة. هذا القصف أيضا جاء لإيقاف تمدد تنظيم داعش الإرهابي باتجاه مدينة الرمادي حسب مصادر أمنية. من جانب آخر أكد المصدر أن قصف طيران التحالف جاء لقصف عجلة لتنظيم داعش الإرهابي مفخخة يقودها انتحاري حاولت الدخول من منطقة البوفراج إلى مركز مدينة الرمادي وتم معالجتها وتدفعها. أيضا مدينة الرمادي حتى عصر اليوم شهدت مواجهات واشتباكات متقطعة مع تنظيم داعش حسب مصادر أمنية في مختلف القواطع والاتجاهات لهذه المدينة. هذه المواجهات جاءت بعد مناشدات عديدة لأبناء الشرطة المحلية وأبناء العشائر وقوات الطوارئ بإرسال تعزيزات عسكرية لمدينة الرمادي لغرض مساندتهم ضد الهجمات الإرهابية التي يقوم بها تنظيم داعش الإرهابي على مدينة الرمادي. طيب سليمان، يعني هنالك 14 فوجا من الحشد الشعبي قد توجه إلى قاعدة الحبانية، يعني هل تعتقد إلى أن هذه وهذا التواجد للحشد الشعبي، خصوصا وأن هناك حديث كان من قبل قيادات في الحشد الشعبي إلى أنهم لن يكون هناك تدخل للحشد الشعبي من دون دعوة من الأهالي، هل تعتقد أن ذلك قد يحسم المعركة وأنت متواجد في الميدان؟ نعم، في الحقيقة مطالبات بدخول الحشد الشعبي جاءت من عشائر محافظة الأنبار للقائد العام للقوات المسلحة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وهو الذي مخول بدخول الحشد الشعبي باعتبارها أيضا هي مؤسسة ضمن مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي طالبت عشائر الأنبار بدخول قوات من الحشد الشعبي بما يقارب عددها من 1000 إلى 3000 مقاتل مدربين على أساليب حديثة وفق ما معمول به ضمن جهاز مكافحة الإرهاب. هذه القوات سوف تكون مساندة لمقاتلي أبناء العشائر أبناء الحشد الشعبي من أبناء محافظة الأنبار، وأيضا مساندين لقوات أمنية من الجيش والشرطة وأفواج الطوارئ وجهاز مكافحة الإرهاب في تحرير المحافظة ومسك الأرض بعد تحريرها. نعم، سيكون هناك تقدم واضح في حال مشاركة الحشد الشعبي لأبناء محافظة الأنبار، وذلك لأن المحافظة اليوم تتعرض حسب شيوخ العشائر والمصادر الأمنية وحكومة الأنبار إلى هجمة شرسة لتنظيم داعش على مدينة الرمادي، وذلك من خلال إجبار العديد من الأهالي إلى النزوح إلى خارج هذه المحافظة وإفراغ المدينة وإفراغ عموم مناطق محافظة الأنبار لتسهيل دخول تنظيم داعش إليها. طيب سليمان، يعني أيضا من جانب يعني اليوم ما هي مساحة أو ما هي المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش، وما هي المناطق التي تسيطر عليها يعني القوات الحكومية، أو فلنقول هي تحت سيطرة القوات الأمنية الحكومية في الرمادي؟ نعم،
في مدينة الرمادي المجمعات الأمنية، منها المجمع الحكومي وقصر الأحمال المجمع القضائي، وأيضا المراكز الأمنية وقيادة عمليات الأنبار، بالإضافة إلى الدوائر الحكومية في هذه خاضعة لسيطرة القوات الأمنية وقوات وأبناء العشائر. المجموع الناطق اللي تسيطر عليها القوات الأمنية في داخل مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار هي منطقة الحوز ومنطقة الملعب ومنطقة الأندلس ومنطقة حي المعلمين ومنطقة الجمعية ومنطقة حي الشركة ومنطقة أيضا البعلوان ومناطق جزء من التجارية. جميع هذه المناطق داخل مركز مدينة الرمادي خاضع على سيطرة القوات. أما تنظيم داعش فهو متواجد حاليا خارج حدود مركز المدينة على أطراف مدينة الرمادي، وهناك خطوط تماس وخطوط صد للقطاعات الأمنية أمام أي هجوم تنظيم داعش على هذه المدينة. سليمان الكبيسي، صحفي من مدينة الرمادي، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أفاد مصدر في شرطة ناحية البغدادي بأن الأمين العام لكتائب الشهيد الأول واثق الفردوسي أصيب في الاشتباكات التي عقبت التفجير الأول الذي استهدف سيطرة أمنية قرب الناحية، وكان انتحاريا يقود سيارة ملغمة استهدف تجمعا للقوات الأمنية وعناصر الحشد الشعبي قرب ناحية البغدادي، عقبه هجوم مسلح لعناصر التنظيم في محاولة للسيطرة على المنطقة التي تعد الرابط بين قضاء حديثة وناحية البغدادي. حذر رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت من حدوث مجازر جماعية بحق أبناء الأنبار الموجودين في المدينة، حيث حمل كرحوت خلال وقفة احتجاجية نظمها العديد من الوزراء والنواب وأعضاء مجلس محافظة الأنبار بالإضافة إلى أعضاء اتحاد القوى أمام مبنى السفارة الأمريكية في بغداد، حمل التحالف الدولي والحكومة الاتحادية مسؤولية ما يحدث في المحافظة بسبب عدم تسليح أبنائها. احتجوا أبناء الأنبار وتحالف القوى الوطنية وبقياداتهم السياسية وحكومتهم المحلية ومن خلفهم أهل الأنبار، نحمل المسؤولية لعدم تجهيز القوات الأمنية بالأسلحة والاعتداء اللازمة لديمومة صمود المقاتلين وتحرير مناطق الأنبار، وهناك العشرات الآلاف من العوائل المهددة بمجازر جماعية في حالة اختراق تنظيم داعش الإرهابي للخطوط الدفاعية المتبقية على أطراف المحافظة. وبدورنا نحمل الحكومة المركزية وقوات التحالف الدولي لأخذ دوره الحقيقي لإنقاذ المدينة والعوائل المتبقية في المدينة من خلال التحرك العسكري السريع جوا وبرا وإنقاذ العوائل النازحة بأسرع وقت ممكن، ونحذر من ارتكاب مجازر كبيرة بحق أبناء الأنبار في الساعات المقبلة. أكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري أن المعارك في محافظة الأنبار ستنهي تواجد تنظيم داعش في العراق خصوصا، وأن العشائر الأنبارية تستعد لخوض المعركة ولن تقف إلا على حدود العراق مع سوريا والأردن والسعودية. وأشار الجبوري في كلمة متلفزة أن العراق يعتزم القضاء على داعش حتى لا يكون وباء ينتقل إلى دول الجوار التي طالبها بموقف مماثل من خلال تقديم الدعم المباشر وغير المباشر لمعركة الأنبار التي وصفها بالحاسمة. يرتفع نداء الواجب اليوم لصرخة فزعة الأعمام ونخوتهم للوقوف في معركة الشرف والكرامة، فلن ندع بأي حال أن تهيمن داعش على الأنبار، وستكون بعون الله مقبرتهم وسيهلكون على أرضها في درس بالغ سيلقنهم لهم رجال العشائر الشجعان في هذه المعركة المصيرية. أيها العراقيون، ومنذ يوم أمس ترد إلينا المناشدات من شتى مناطق العراق من عشائرنا البطلة للالتحاق سريعا والتأهب للمعركة الفاصلة التي سنخوضها لتحرير الأنبار، ولن تقف هذه الجحافل إلا على حدود العراق مع سوريا والأردن والسعودية، ولن نسمح بطرد داعش، بل سنقضي عليها حتى لا تكون وباء ينتقل إلى جيراننا، فنحن حريصون على أمن الأشقاء كما أمن العراق، وهذا يتطلب منها موقفاً مماثلاً بالدعم المباشر وغير المباشر لهذه المعركة الحاسمة. يا أبطال القوى الوطنية الساندة، تنتظركم
معركة الشرف على بعد كيلومترات وأيام قليلة لتحرير كامل أرض الأنبار، وسنقف معكم بكل ما نستطيع من خلال التنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة وجميع المؤسسات الأمنية الفاعلة التي ستقدم الإسناد والدعم تسليحاً وتجهيزاً ومعلومات، إضافة إلى جهد التحالف الدولي وخصوصاً في مجال التغطية الجوية من خلال الضربات النوعية. دعا نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي الحكومة إلى تحمل المسؤولية فوراً واتخاذ موقف عاجل لتدارك الأوضاع المأساوية التي تمر بها محافظة الأنبار حالياً خصوصاً والعراق عموماً، إذ أكد علاوي في بيان لمكتبه أن الخطر أصبح حقيقياً ونتيجة استمرار السكوت عن الخروقات وآخرها الخرق الأمني الذي حصل في المناطق المحيطة بمدينة الرمادي والانسحاب المفاجئ لقطاعات الشرطة والجيش وعدم تسليح أبناء المنطقة من العشائر العربية والعسكريين السابقين الوطنيين، داعيا إلى إجراء تحقيق على مستوى عالي للتعرف على الأسباب الحقيقية لما حصل وما يحصل من مؤامرة واضحة لفتح الطريق أمام تنظيم داعش لدخول المدينة. وناشد نائب رئيس الجمهورية عبر البيان المجتمع الدولي لتقديم العون للعراق الذي يخوض حربا شاملة وشرسة ضد الإرهاب الذي يشكل خطرا على دول العالم قبل أن تصل الأوضاع إلى نهاية مسدودة. وحول الأوضاع في الأنبار ينضم معي النائب لقاء وردي عن عضو في محافظة الأنبار. مرحبا بك سيدتي الكريمة. يعني بداية، المعارك البرية بدأت في الرمادي وتعزيزات أيضا عسكرية وصلت إليها بعد نقول الاعتصام المفاجئ الذي حصل أمام السفارة الأمريكية. لا هل تسمعيني سيدي لقاء؟ نعم سيدة لقاء، اليوم تعزيزات عسكرية وصلت إلى كبيرة إلى مدينة الرمادي بعد المطالبات من قبل نواب وأعضاء في مجلس النواب وأيضا الاعتصام الذي حصل أمام السفارة الأمريكية. يعني برأيك هل ستصل تعزيزات أيضا وتسليح للعشائر خلال هذه الفترة المقبلة؟ نعم، شكرا جزيلا لكم ولمشاهديكم الكرام. في خلال الايام السابقه كما تعلمون انه كان هناك تدهور تراجع في الوضع الامني في الانبار، وكان الخسائر ليست في على الصعيد الميداني او الجغرافي، لكن ايضا على الصعيد الانساني والعوائل التي تعرضت الى الكثير من نقول المعاناه التي خلال نزوحهم. يعني ارتئينا بانه يجب ان تكون هناك وقفه جديه من قبل الحكومه تجاه ما يجري بمحافظه الانبار وايضا من التحالف الدولي، وان ياخذون دورهم بجديه تجاه تعرض محافظه الانبار الى هجمه شرسه من داعش. فبالتالي كان هناك 15 شهر من العشائر التي تقاتل لكنها لم تؤخذ بنظر الاعتذار او لم تسلح حتى تدافع عن نفسها، وانما تركت لتكون عرضه لانتهاكات داعش. فارتئينا ان تكون هناك دعوه للحكومه الامريكيه من خلال اختصامنا واعتراضنا وتدليلنا امام السفاره، ودعوه الحكومه العراقيه لتسليح العشائر والتحالف الدولي لتكثف طلعاتها على المناطق التي اخذت من قبل داعش. تركيزنا على ان يكون هناك تنسيق حكومي عراقي ما بين العراق وامريكا لتسليح هذه العشائر بالاسلحه المتوسطه والثقيله لتكون جهه سانده للقوات الامنيه، وان تشكل امدادات من قبل الحكومه من قائد حصص مسلحه لهذه المحافظه التي صمدت 15 شهرا وقدمت خسائر كبيره بين ابناء صفوف عشائرها. فبالتالي الوقفه الجديه ضروره في هذه المرحله. وسمعنا ايضا اليوم ان هناك ارسلت الحكومه تعزيزات الى هذه المحافظه وهناك تحسنا ورفعا للمعنويات داخل وبين صفوف الجيش،
وهذا ما كنا نطمح له، يعني يكون هناك تنسيق عالي المستوى ما بين عمليات داخل محافظة الأنبار وما بين المركز وما بين التحالف الدولي، حتى تكون هناك تكثيف وجهود مشتركة موحدة اتجاه دخول داعش. طيب يعني سيدة، لقاء الأنباء تضاربت حول سيطرة تنظيم داعش على الجامع الكبير والمجمع الحكومي، يعني هل برأيك هذه التحذيرات من مغبة التأخر نقول في تسليح العشائر سوف تكون هناك لا سمح الله مجزرة جديدة أيضا في الرمادي تصل إلى أطراف بغداد في حال عدم تسليح العشائر؟ أكيد هي العشائر عنصر فاعل وساند للقوات الأمنية، ويمكن الانطلاق من خلالها إلى تحرير باقي المناطق، لكن كان الإجراء والمتعامل معه غير ذلك. يعني تركت العشائر لقمة سائغة لانتهاكات داعش، وبالتالي كانت مستقبلنا لقمة وانتعاب سواء على الجانب الأمريكي سواء من التحالف الدولي وسواء على الحكومة التي كانت أيضا تتذرع بأن ليس لديها الأسلحة الكافية وليست لدينا ما يمكن أن تسلح به العشائر، وبالتالي نعم كان هناك ضغط باتجاه أن يكون تسليح العشائر، واللواء أحمد الصداد الذي هو أيضا مدرب ولا يحتاج سوى أن يكون هناك سلاح يحمله ليقاتل. ونعلم أنه كما قال رئيس مجلس النواب أن الأنبار هي خاصرة بغداد، أن التدهور الذي يقع في محافظة الأنبار ارتدادة على العاصمة بغداد، كان يجب أن يكون هناك تركيز على هذه المحافظة وعلى أبنائها الذين صمدوا 13 شهرا، وأن يكون لهم الأولوية في التسليح ونعطي فرصة للدفاع عن أبنائهم وعن مناطقهم وعن أنفسهم وسلب حقوقهم. نعم، لقاء وردي نائب عن محافظة الأنبار، كنت معي من بغداد، شكرا جزيلا لك. ومع الإعلان عن دخول القطاعات الحشد الشعبي للأنبار، انتابت المخاوف عشائر المحافظة من تكرار تصرفات العناصر المندسة بالحشد البعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية التي حصلت في تكريت في مدن وقرى المحافظة التي لا تزال تحتوي أو تكتوي بنيران داعش. التفاصيل في التقرير التالي. في الوقت الذي تتفاعل أزمة الثقة بين عشائر الأنبار والحشد الشعبي على خلفية دعوات مؤيدة وأخرى معارضة للتدخل الحشد في معارك المحافظة، أعلنت مصادر أمنية عن دخول تلك الفصائل إلى الأنبار للمشاركة في معارك استعادتها. دخول تلك القوات جاء وبحسب المسؤولين في الحشد بناء على أوامر القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بعد أن أصبحوا هيئة مرتبطة به. ذلك الإعلان أثار مخاوف عشائر الأنبار من تكرار تصرفات العناصر المندسة بالحشد البعيدة كل البعد عن الأخلاق العسكرية التي حصلت في تكريت في مدن وقرى المحافظة التي لا تزال تكتوي بنيران داعش. محمد والي محمد أربع جالك لك أربع دوار تلك التطورات المتسارعة جاءت بعد إعلان نائب رئيس الحشد الشعبي أهالي الأنبار بتحرير مدنهم بأنفسهم، متهما بعض الجهات السياسية بمحاولة زج أبناء الحشد الشعبي في معارك قاسية. رغم قلة السلاح والذخائر وعدم إيصالها لمواقع الصراع مع عناصر تنظيم داعش، استمر الأنباريون بتحدي الصعاب تحقيقا للهدف المنشود بطرد عناصر التنظيم ورفع المعاناة عن الأهالي. صمود أبناء عشائر الأنبار يرويها لنا هذا التقرير. سندافع عن الأنبار حتى آخر أنفاسنا، بهذه الكلمات وصف أحد أبناء العشائر الأنبارية معنويات المقاتلين المشاركين في عمليات تطهير مدن المحافظة من سيطرة تنظيم داعش. نبقى بالرمادي لو تبقى بس تراب، والله إذا بقت بس تراب أبقى بالرمادي، احنا باقين ان شاء الله الموت واحد. المقاتلون من جهتهم أعربوا رغم قلة السلاح وعدم إيصال التعزيزات العسكرية إليهم عن تفاؤلهم بغد مشرق ينهي معاناة أهالي محافظة الأنبار التي تسبب بها تنظيم داعش منذ اجتياحه للمدن الأنبارية في شهر حزيران الماضي.
مصادر عشائرية من جهتها أكدت أن الإصرار والتفاني من أجل الأنبار وسلامة أهلها سيكون الدافع الرئيسي لأبناء العشائر في الدفاع والتضحية بكل غال ونفيس من أجل تحقيق الانتصار على تنظيم داعش رغم قلة الأسلحة والذخائر. قوات الأمنية موجودة إن شاء الله في مدينة الرمادي اليوم، حتشية قالوا سقطت وإن شاء الله ما سقطت. مراقبون للشأن العراقي أكدوا أن إصرار العشائر على تدمير داعش وإنهاء وجوده في الأنبار التي تشكل ثلث مساحة العراق سيرسم لوحة عراقية خالصة يجف عليها القلم عندما يحصي انتصاراتها في ساحات الوغى لتقول للعالم أجمع أهي الأنبار هنا لتعلمكم كيف تكون الشجاعة وكيف ينهض العراقيون من تحت الركام. حذر السيناتور الأمريكي جو ماكن أن وزارة الدفاع الأمريكية تمر بحالة إنكار لما تشهده مديرة الرمادي مركز محافظة الأنبار. وأصف ماكن الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون العسكرية التابعة للكونغرس الأمريكي في بيان الاستراتيجية الحالية التي تتبعها واشنطن بالدفاع عن مصفاة بيجي والتخلي عن الرمادي عاصمة محافظة الأنبار لتسقط بيد داعش بالأمر الخاطئ الذي يجب تصحيحه. أشار الناطق باسم القيادة المركزية الأمريكية الكولونيل باتريك رايدر إلى أن سيطرة تنظيم داعش على مناطق في بيجي والرمادي يشكل تهديدا جديدا على العراق. وأوضح رايدر في لقاء صحفي حول آخر التطورات العسكرية في العراق وسوريا أن التنظيم يعتزم السيطرة على مزيد من الأراضي العراقية وتعطيل جهود قوات الأمن والتحالف الدولي، غير أنهما يحرزان تقدما كبيرا في مواجهة عناصره، لافتا إلى أن قوات البيشمركة الكردية تعمل بدقة وأحرزت إنجازات كبيرة من خلال قطع طرق الإمداد لداعش بين نينوى والأراضي السورية، مؤكدا أن التحالف الدولي سيزيد من طلعاته الجوية بهدف استهداف معاقل وأرتال التنظيم في صلاح الدين والأنبار ونينوى، بالإضافة إلى رفض القوات الأمنية بالمعلومات الاستخباراتية. دعا المجمع الفقهي لكبار العلماء في العراق الحكومة بتسهيل إجراءات دخول العوائل الأنبارية النازحة إلى العاصمة بغداد وتوفير السكن المستطاع لإيوائهم. وطالب المجمع الفقهي خلال مؤتمر صحفي السياسيين السنة بأن يسجلوا موقفا مشرفا لهم في حماية أرواح أهلهم من منطلق أخلاقي وشرعي، في حين أعلن فتح باب التبرع لإغاثة النازحين والمهجرين الذين فروا بأرواحهم بعد اشتداد المعارك في مدنهم. نطالب الحكومة أن يكون لها موقف مع أهلنا وأن لا تذرهم وحدهم تنتهك حرماتهم وتنزف دماؤهم بلا عون منها، وأن لا تمنع الفارين بأرواحهم من دخول بغداد، بل هي مطالبة بإلغاء موضوع الكفالة وفتح الأبواب وتوفير السكن المستطاع لهم. ثانيا، نطالب السياسيين السنة بوقفة جادة من أجل أهلهم الذين أوصلوهم بأصواتهم، وكل ما صدر من هؤلاء السياسيين إلى الآن لا يكفي في الاعتذار أمام الله ولا أمام شعبنا، مع أن البعض منهم قد قام بدور يسجل له، نسأل الله أن يقبله. ثالثا، نذكر أهل اليسار والخير في بلدنا وفي وطننا العربي وعالمنا الإسلامي بل وفي العالم كله بأن حجم الكارثة كبير، وأن الكثير من هؤلاء هم أهل كرم وجاه، ولكن رعونة السياسات أوصلتهم إلى هذا الحال. لذا يعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والإفتاء عن فتح أبواب التبرع لإغاثة إخواننا النازحين والمهجرين من محافظاتنا المنكوبة كافة
ولا سيما محافظة الأنبار. وحول البيان للمجمع الفقهي انضم معنا الشيخ مصطفى البياتي مسؤول الإعلام والعلاقات في المجمع الفقهي. مرحبا بك شيخي الكريم. يعني بداية حول البيان الذي صدر من المجمع الفقهي لتسهيل ومرور العوائل، وأيضا اليوم مجلس النواب رفع حظر الكفيل أو الضامن لدخول العوائل الأنبارية إلى بغداد. مرحبا، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله وبعد. في الحقيقة أنا يعني قبل أن أتكلم معكم حول البيان أقول أن أهل الأنبار أهل عز وكرم، أهل مضايف، هم أهل الفنجان والدلة. هؤلاء أعزة القوم اليوم المجرمون هجروهم وأصبح حالهم كالذي نسمع ونشاهد. الحقيقة البيان ناشدنا فيه باسم الأخوة في الدين، باسم الأخوة في الوطن، باسم الأخوة الإنسانية أن يساعد الجميع لنجد هؤلاء. هؤلاء تركوا ديارهم وأموالهم ومناطق سكناهم ليفروا بأرواحهم، اتجهوا إلى بغداد ظنا منهم أن بغداد تسع الجميع، وبالفعل بغداد تسع الجميع. ثم طالبنا به أن تهيئ الحكومة لهم مسكنا يليق بقدرهم ويليق بأهل الأنبار، وأن ترفع الحكومة شرط الكفيل لأنهم عراقيون وجاءوا إلى عاصمة بلدهم وبغداد لكل العراقيين. ثم يعني عتبنا على السياسيين، الحقيقة لم يكونوا بالمستوى المطلوب في التعاون مع هذه الأزمة. هؤلاء الذين نزحوا وتركوا ديارهم وأموالهم هم من أوصلوهم إلى كراسيهم ومناصبهم. لذلك عتبي الشديد على الأخوة السياسيين لم يكونوا كما قلت في المستوى المطلوب، وطالبهم أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن يخرجوا إلى السيطرة ويقتلوا أهلهم ويدخلوا العوائل العالقة هناك. النساء تموت، الأطفال يرضع، فقدوا حياتهم، وأعتقد أن المعيب والعار أن يسكت شريف على مثل هكذا يعني أزمة إنسانية يمر بها أهل الأنبار. القضية الثالثة في البيان أننا ناشدنا أهل اليسار، والآن نحن في أحد مخيمات النازحين في بغداد، وسرني ما رأيت أن أهالي المنطقة سنة وشيعة تكفلوا بالعوائل، و كل شخص قال الخيمة الفلانية أنا أتكفل بوجبة الفطور والغداء والعشاء وما تحتاج. هذا التكافل تكافل طيب، رأينا تعاون كل أفراد الشعب العراقي. لذلك نحن اليوم نرسم البسمة على شفاه هؤلاء بالقدر الذي نستطيعه. فالشعب العراقي اليوم مطالب أن يقف وقفة الشرفاء كما عهدنا الشعب العراقي شعبا شريفا وفيا أمينا أن يقف مع هؤلاء. نعم، يعني الشيخ اليوم العوائل النازحة تتعرض إلى إهانة من قبل عمليات بغداد، يعني بعد أيضا يعني رغم التحفظ الحكومي ورغم التوصيات التي خرج بها البرلمان بعكس ما جابها الأهالي عندما دخلوا قضاء المسيب. نعم، نحن نأمل أن لا يعني تحدث خروقات، الخروقات موجودة من قبل بعض الناس كما يقال مثل عراقي مو كل أصابع إيدك سوية. نأمل من المسؤولين أن يلفتوا أنظارهم إلى مثل هذه الحالات إن شاء الله ما تتكرر، لأن أهل الأنبار أهل عز وأهل مضيف، هم أكرموا الناس قبل لا يكرمهم آخرين. فلذلك احنا نطالب ان تكون العدالة وان تكون موجودة بين الجميع وان تكون بغداد لكل الناس. نعم، طيب شيخ مصطفى، هل لك ان تسمن بعض المساجد التي تم ايواء النازحين فيها؟ نعم، في جامع في منطقة حي الجامعة، جامع حي الجامعة، في منطقة الخضراء جامع الرحمن، وهناك مخيم في الخضراء، مخيم في الجامعة، في السيدية جامع شاكر العبود والهدى، في رصاصة جامع النداء، في العامرية جامع الأخوة الصالحين، في الغزالية سعاد النقيب. ونحن يعني قلوبنا بيوتنا مساجدنا كلها مفتوحة لإيواء أهلنا. نعم، طيب شيخ مصطفى، هل من ضمن النازحين هناك جرحى تم يعني أخذهم إلى المستشفيات وإجراء العلاج اللازم لديهم؟ والله لم نسمع مثل هذه الحالات، لكن هناك يعني بعض الحالات الصحية المرضية موجودة بين النازحين،
وجاري علاجها إن شاء الله. نعم، الشيخ مصطفى البياتي مسؤول إعلام والعلاقات في المجمع الفقهي، كنت معي، شكرا جزيلا لك. هذا ويواجه عشرة الألاف من العوائل النازحة من الأنبار العالقة منذ أيام عند المدخل الغربي لبغداد وضعا إنسانيا مزريا. وبحسب لجنة الهجرة والمهجرين فإن تعداد النازحين وصل إلى 200,000 شخص موزعين على 40,000 عائلة هربوا من المعارك سيرا على الأقدام من مناطقهم وصولا إلى مداخل العاصمة بغداد. وذكرت عضو لجنة الهجرة والمهجرين لقاء وردي أن هذه العوائل النازحة تتعرض أحيانا إلى إهانة من قبل عمليات بغداد على الرغم من التوصيات التي خرج بها مجلس النواب والتي تؤكد رفع شرط الكفيل عن جميع النازحين، مطالبة الأجهزة الأمنية بالتعامل مع النازحين بإنسانية والالتزام بتوصيات مجلس النواب، مشيدا بقيادة عمليات بابل التي قالت إنها تعاملت مع النازحين بإنسانية عالية وكبيرة وسمحت لبعض العوائل الدخول إلى قضاء المسيب. من جهتي أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع حاكم الزامل أنه من خلال التوصيات التي خرج بها مجلس النواب بعد الاجتماع الذي عقد بين أعضاء من لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ونواب من محافظة الأنبار تم وضع توصية تنص على رفع مسألة الكفيل. وذكر الزامل أنه أجرى اتصال بقائد عملية بغداد لرفع شرط الكفيل أمام دخول العوائل النازحة من الأنبار إلى بغداد باستثناء الشباب الذين سيخوضون إلى التدقيق بهوياتهم ومستمسكاتهم الشخصية، وذلك لوجود مخاوف من استغلال عناصر داعش لدخول النازحين إلى بغداد عبر الاندساس مع النازحين. من جهته عاد رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العطاد الشرط الذي فرضته قيادة عملية بغداد على دخول نازحي الأنبار إلى العاصمة بتوفير الكفيل، إجراء يخالف الدستور العراقي. وأشار العطاد في تصريح صحفي إلى غياب المركزية في قيادة عملية بغداد قد زاد من صعوبة الدخول النازحين لبغداد، لافتا إلى أن هذا القرار أو إلى أن القرار الذي صدر من قيادة عملية بغداد لا ينطبق مع أو من القادة أو لا يطبق من القادة الميداني بخصوص رفع شرط الكفيل، مضيفا أن القوات الأمنية لا تزال تطالب بكتاب رسمي من قيادة عملية بغداد للسماح بدخول نازحي الأنبار وتحركهم في العاصمة. وحول هذا الموضوع تحديدا ينضم معنا السيد رياض العضاد رئيس مجلس محافظة بغداد. مرحبا بك سيد رياض، يعني يبدو أن هنالك في تصريحك السابق كان تتحدث عن تضارب في الكتاب الرسمي أو حتى بالإجراءات الخاصة بقيادة عمليات بغداد بدخول العوائل النازحة من المحافظات أو من محافظة الأنبار تحديدا، يعني هل من حل لهذا الموضوع بخصوص دخول هؤلاء إلى بغداد؟ والله حتى استعرض هذا الموضوع لازم نستعرض المشكلة. طيب. يعني حجم المشكلة. يعني احنا وجودنا البارحة الساعة 6 صباحا في منطقة الزيبز. فكان منطقة جسر الزيبز يعني عبارة عن يعني مآسي شفنا كثيرة ونساء وأطفال وأطفال حديثي ولادة. بس شفت 50 طفل حديث الولادة، هذول إذا تأخروا ساعات ممكن أن يفقدون حياتهم. إذا نحن أمام تحدي ومسؤولية كبيرة جدا أمام الشعب أمام الوطن أمام الله سبحانه وتعالى، فقمنا بإيصال بنقل عدد كبير من عندهم يتراوح تقريبا 50% بحافلات حكومية يعني تبرعت بها وزارة النقل مشكورة، وكذلك المحافظة ومجلس المحافظة والآليات اللي تابعة للوقف السني استطاعت أن تنقل عدد كبير منهم. نعم. لكي يصلون إلى المناطق المحددة لهم، المسافة من منفذ الديفل إلى داخل بغداد 37 كيلومتر قبل 16 ساعة حتى يوصلون. طيب. 16 ساعة ما بين تأخير ما بين سيطرات ما بين كل سيطرة تدلها أمر يختلف عن السيطرة الأخرى، كأنما هي دويلات إحنا موجودة داخل بغداد وكل سيطرة تلقنها أمر يختلف على الأمر الآخر. أن نعرفه يعني بالجيش أكو سياقات يسموه سياقات الثابتة، يعني لما قيادة الجيش أو قيادة عمليات بغداد تصدر أمر يجب أن يصدر هذا الأمر ويسعي على جميع القطاعات العسكرية الموجودة. طيب. القطاعات العسكرية الظاهر واحد من يعرف الطلاق يعني أو ما توصل أو تتجاهلون أو واكو ناس يعني فكرهم فكر ثاني،
يعني احنا ما عايشين نظرية مؤامرة. هؤلاء الناجحين الذين اتوا مجبرين من محافظتهم، نحن نشكك فيهم من الان بيجوز هذا الموضوع. هذا تعرضوا الى تاخير، والتاخير ناس مرضى منهم وكبار السن، ولا زالت العمليه الان لحد الان التليفونات من مناطق تجي انه عمليه الكفيل وطلب الكفيل ما زالت تاريخ المفعول. نعم طيب هذا تحدي كبير. المطلوب الان مو من قائد عمليات بغداد، المطلوب من القائد العام للقوات المسلحه يكون يعني مسؤول امام الله سبحانه وتعالى بالمحافظه على ارواح هؤلاء المواطنين. طيب وتاخيرهم احنا نتحمل المساءله القانونيه والدوليه والمحليه وامام الله سبحانه وتعالى. طيب سيد رياض، يعني اللجنه الامنيه في مجلس محافظه بغداد، يعني هل كان لديها من تنسيق مع قياده عمليات بغداد مع الجهات الحكوميه يعني في موضوع في هذا غرفه عمليات؟ طيب. المحافظه غرفه عمليات متابعه النازحين من الانبار فقط، يعني احنا عندنا لجنه متخصصه بالنازحين، ولكن لحجم المشكله ولازم نتخذ سرعة فيها وقرارات سريعة جدا، ويعني نتجاوز بها كل الخطوط اللي هي تشكل عقبات لهذا الموضوع. تشكلت لجنة من سبعة أعضاء الآن موجودين في مراكز الإيواء، موجودين في المنفذ بزيبز، عندنا محمد أمين الشعلان في زيبز، عندنا علي الترهيب الآن في الرشيد، وعندنا أستاذ مشتاق في الدوره، قسمناهم وسدوها على الخضراء، واني دائر الموقف من مجلس المحافظه بدوام متكامل. طيب احنا العمليه هذه طلبنا من المسؤولين، احنا قائد عمليات بغداد يعني اربع ايام ثلاث ايام اتصل به ما حصلته، والرجل حقه، الرجل اللي شارك بالمعارك الان ما متفرغ لهالعمليه هاي، وعمليه يعني نقل الوضعيه على قائد عمليات بغداد مو صحيحه. الرجل متفرغ لمهمة سامية، مهمة رئيسية اللي هو قاتل داعش في القرمة وفي الأنبار، وده يقود قوات المفروض اللي بمكانه والمفروض القيادات الأخرى تأخذ هذا الدور وتكون مسؤولة في إعطاء هذا القرار، حتى نستطيع على الأقل أن نسحب الآلات من المتجمعين في منطقة الزيادة، ولا زالت طيب. يعني عملية الزوح مستمرة. طيب سيد رياض، يعني متوقع عن جميع أهل أنبار ينزحون إلى بغداد. طيب ماكو أي محافظة راح تقبلهم. هذا تحديدا ما قد يكون أيضا. نعم سيد رياض، هذا تحديدا ما قد يكون في السؤال، يعني السيد لقاء وردي وهي عضو لجنه الهجره والمهجرين تتحدث عن 200 ألف شخص يمكن ان يدخلوا الى بغداد، كما رئيس مجلس محافظه، يعني هل تعتقد الى ان بغداد قد تتحمل مثل هكذا رقم كبير من قبل يعني بخدماتها او بكل التفاصيل التي قد تقف على راحه هؤلاء النازحين؟ 200 ألف يعني قد يكون رقم كبير جدا. هو رقم كبير نعم، واحنا مو قد لا، احنا غصبا علينا ان نقبلهم، لازم نقبلهم، وين يروحون؟ هذول ناس عراقيين، ناس يعني تشردوا نتيجه داعش وغيرهم، فالمفروض احنا نوسع من المخيمات، نفتح الجوامع، نفتح المساكن، الدوائر المغلقه الان وما فيها اي عمل، يعني عندنا في فقط في الاعظميه في الكسره مباني تابعه لوزاره الدفاع تأوي لخمسة آلاف عائلة، وأنا طلبت من السيد رئيس البرلمان ونائب رئيس الجمهورية أن يتدخل لدى وزير الدفاع أن يفتح لنا إياها، وكذلك أكو مباني كثيرة عائدة إلى الصناعة وهي مغلقة، أراضي تابعة للأوقاف، الأراضي التابعة للزراعة، هذه كلها لازم الآن الأراضي تستغل ويكون عليها مراكز إيواء، مخيمات، على الاقل بالحد الادنى من الخدمه المقدمه. نعم. احنا لا نريد فيها مدرسه ولا متوسط. البنى التحتيه الاساسيه للحياه في هذه المخيمات يجب ان تكون. والعدد الان بيتزايد، وكل يوم احنا هذه مما كنت موجود في منطقه الزيد، يعني البارحه الساعه 6 صباحا كان امامي 25,000 يعني بيعبرون. وللظهر اصبحوا 50،
للي 75 وهكذا 25,000 كل وجبة تجي. وقلنا طيب. والآن لدينا معلومات بنزوح عدد من عاملة فلوجة، عدد من الحطانية، وعدد آخر من مناطق أخرى من الأنبار. نعم. المواطن يشعر بالخوف على حياته، لأنه لا داعي استرحمه ولا الجيش إذا جرح يرحمه، لأنه حصل معارك بالشوارع. وهكذا الناس معرضين إلى الخطر. حتى لما يعني تحرر المنطقة إن شاء الله، الباقي فيها راح يتهم أنه هذا كان متعاون مع الإرهابيين، فالناس تخلص من الملف هذا والمشاكل وأصبحت تنزح إلى بغداد أو أي منطقة أخرى. بغداد تستوعب، بغداد عاصمة بإمكانياتها بمساحتها بالمكان دي والإمكانيات المادية اللي موجودة عند أهل بغداد الكرام، وكذلك لا. المؤسسات مثل الأوقاف والهجرة والمهجرين، اللجنة العليا للنازحين، هذه كلها عندها من التمويل ما يكفي لإيواء النازحين مشاركة مع المنظمات طيب. الدولية اللي هي قائمة بواجبها في هذا الموضوع على كثير من المخيمات. نعم، رئيس مجلس محافظ بغداد سيد رياض العضاء، شكرا جزيلا لك للانضمام كمان عبر الهاتف. أعلنت وزارة التجارة إرسال قوافل من المواد الغذائية للعوائل النازحة من محافظة الأنبار إلى بغداد وتوفير سكن لأكثر من 500 عائلة منها. وذكر بيان صادر عن الوزارة أن وزير التجارة بلاس محمد عبد الكريم أوعز بإرسال مساعدات غذائية عاجلة إلى العوائل النازحة من مدن محافظة الأنبار، وجاء ذلك خلال ترأس اجتماعا للجنة المكلفة بمتابعة أوضاع النازحين وتأمين الوضع الغذائي والإنساني لهم بعد التطورات الأمنية التي شهدتها في الأنبار. أعلنت الأمم المتحدة نزوح أكثر من 4,000 عائلة في الأيام الأخيرة من محافظة الأنبار إثر اشتباكات ومعارك والتي تدور بين القوات الأمنية وعناصر داعش في مدينة الرمادي. وأوضح بيان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن هذه العائلات نزحت من وسط المدينة وما حولها من مناطق البفراج والبوثياب والبوسودة والبوغانم والبومحل والصوفية. أعرب عدد من أهالي ناحية عامرة الفلوج عن استيائهم نتيجة تردي الوضع المعاشي لكثير من العائلات الخاصة بعد توقف مصادر أرزاقهم إثر نشوب المعارك داخل مدن محافظة الأنبار. كل هناك نتعرض للمنطقة، المجمع يتعرض للمنطقة قصف جوي من جهة الزوبع وجهة البهوة، يعني منطقة ما مسيطرة عليها، فدائما يعني هاي تأثر مع السوق وتأثر على المواطن عام، يعني تعرف المواطن عادي خاب من يعني قصف ثقيل، هاي تأثر على المنطقة كلها، يعني حتى على سوقنا تأثر، وكموظفين والله متأذين، يعني رواتب كل 3 شهور، كل شهرين، 4 شهور، يلا هاي هم تأثر على السوق هاي. والمهجرين يجوز تعرفون وضعية المهجرين هم سينان، يعني صار يعني أمورهم حال تعبانة صراحة، يعني تعرفوا تعال مخيمنا موجود وتقدر تزوروه وتشوفوه، هم يعني ظروفهم حال تعبانة. مأجرين إيجارات شقة ب 600,000 دينار والوضعية تعبانة، وعوائل عندنا مهجرة من الفلوجة ولا شغل ولا عمل والعمل واقف والعيشة هنا تعبانة حيل تعبانة، والوضعية مأساوية، يعني كل يومين أو 3 أيام يطلقون علينا هاونات من جهة مجهولة ويقع أطفال ونساء وكلها مهجرة، يعني لا يمنع أحد، لا يمنع فد شيء، يعني مجرد أنه إحنا مهجرين لا أكثر ولا أقل، يعني فوق موضوع احنا مهجرين ولا النوب احنا قاعدين هنا، لا شغل ولا عمل ولا اي شيء، يعني احنا يعني مقدمه لنا الدوله، يعني اي شيء ما مقدمه لنا احنا كمساعدات للفلوجه. وان شاء الله نتمنى نرجع لعوائلنا ولبيوتنا لديارنا. وانتابت حالتهم من الغضب نازحي الانبار الذين افترشوا العراء بعد عدم السماح لهم بدخول العاصمه الا بكفيل، وناشد النازحون لدى لقائهم احد المسؤولين الحكوميين وعيونهم تملأها الدموع على التفات إلى معاناتهم والسماح لهم بدخول بغداد بعد أن ضاقت بهم السبل وتقطعت بهم الأوصال.
سماعتكم صحيح استاذ، اقسم بالله بلاعتكم صحيح، اقسم بالله، اقسم بالله العظيم، اللهم ربي يحاسبكم مثل ما سويتم بالبيت. حسبنا الله ونعم الوكيل. عليكم تعشوا العالم. اتق الله، اتق الله بالناس، اتق الله بالناس، حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا منشآت، احنا مو منشآت، احنا مو منشآت. الناس العالم أدى وعرب عدد من نازحي محافظة الأنبار عن غضبهم لما يعانيه الأهالي جراء القرار الذي يحظر على المواطن الأنباري دخول العاصمة بغداد إلا بوجود كفيل مؤكدين في الوقت ذاته. إن العديد من العائلات النازحة اضطرت للجوع إلى منطقة الحبانية رغم التدهور الأمني والعمليات العسكرية الدائرة في مدن المحافظة. من الرمادي لحد ما وصلنا لهاي النقطة العسكرية اللي من قاعدة الحبانية بشق الأنفس، يلا عبرة العالم عبرنا. رحنا لبزيبي سدوا بوجوهنا، جاء الشيخ حميد الهايس والسياسيين صلوات على محمد يطلعون بالتلفزيون واحدهم ينظر رهيب جدا، بس لما انتصل الحقيقة كلهم كذابة وكلهم ولا واحد بيهم عنده قطرة غيرة على النساء والأطفال اللي قامت تبكي ونامت بتشون خلف الله على البعيسة. أهل المنطقة هذيك قاموا يأخذون كل واحد 4 عوائل وخمس عوائل للبيت، وإجوا يقولون ليش ما تظلون هناك، شو سوى ظل هناك، أنتوا لا سلاح نطيتون لا عتاد نطيتون، ما أدري حكومة تقول نسلمهم ويبوقونه، وإحنا حكومة تقول نسلم وإحنا ما حد استلم كل شيء. إحنا هسه قاعدين مول خيم الحباني، لأنه رجعنا من نبزية بس قطعنا نفسنا، قلنا نرجع للموت على الرمادي وهم قطعوا علينا الطريق ما يخلونا نرجع للرمادي. هذا وشيع عدد من النازحين احدى النساء اللواتي فقدن حياتهن اثناء رحله الهروب من مدينه الرمادي، حيث ذكر شهود عيان ان المتوفيه فارقت الحياه بسبب العطش والتعب في معبر بزيبز، وان اهالي منطقه اكرت زوبع تكفلوا بنقل جثمانها ودفنها بعد ان تقطعت السبل بالعائلات النازحه من مدن محافظه الانبار. أثناء زعم ما يعرف برئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس أن مناطق الرمادي آمنة ومحررة، وأكد الهايس أن أثناء وجوده مع النازحين الذين يقفون على تخوم بغداد أن الحكومة لا تعير أي اهتمام لمسألة نازحي الأنبار، مخاطبهم بالاعتماد على أنفسهم. من الكلام الشيخ دايتشي؟ اسمع، أنتوا طلعتكم غلط، الوضع مسيطر عليه. من الكلام؟ ضربنا خالف ضربة شو ما انهزمنا، جرالكم بس فهمونا بسالفتين هزموكم، الرمادي مسيطر عليها، الفراج تحررت، الصوفيه بها 15 واحد سلموا انفسهم، 3000 واحد من الحشد الشعبي استحقوا من هناك يا قاتلون هسه. اسمع اخوان، كل الامور مسيطر عليها، وين راح تروحون انت هسه على هالليالي هذه؟ لا مخيمات اكو، لا سكن اكو، لا ملائكه اكو، لا دوله مهتمه بيكم، لا حكومه محليه ماكله همكم. اسمع كلام صريح، اسمع كلام الشيخ، اسمع، اعتمدوا على انفسكم اولا واخيرا. في لعبتم فنجره، انتوا عبيد الاسماء، عبيد المعممين، انتوا احرار، انتوا شنو؟ انتوا عبيد معممين، فمو عبيد المعممين انتوا. كافع، كافي عبوديه، خرروا، كافي خوف، كافي خوف، كافي خوف. ترى ما يموت من ربش بس ابن العجل الله وكيل. يما الحالكم خبراكم البعثيه بسالفتين، البعثيه قال لكم سالفتين وهجيتوا انهزمتوا، بعدكم تمشون على العقل القديم. والله شيخ خل فوق نزلت، خل فوق كل شمال يابا، والله المناطق مسيطره.
العمليات العسكرية الأخيرة في محافظة الأنبار ألقت بظلالها على العوالي الأنبارية وولدت أزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراق المتواصلة. التغيير رصدت أحوال تلك العوالي التي تقف على تخوم بغداد وهي تتطلع إلى من يرحمها ويدخلها إلى عاصمة جميع العراقيين. أنس يوسف والتفاصيل. مئات العائلات الأنبارية نزحت من المحافظة بعد أن باتت مهددة إثر العمليات الجارية في مدنها التي أحرقت الأخضر واليابس، مما دفع هذه الجموع للتوجه إلى العاصمة هربا من الموت الذي لاحقهم حتى في منازلهم. لكن الغريب في الأمر أن النازحين قوبلوا بقرار من الأجهزة الأمنية بمنعهم من الدخول إلى بغداد إلا بحضور من يتكفلهم. حسبنا الله ونعم الوكيل. هذول أهل الرمادي طلعوا كلهم من البيوت. كان الرد سريعا من قبل الجهات الحكومية بهذا الشأن، فرئيس ديوان الوقف السني الدكتور محمود الصميدعي ناشد قوات الأمن بتسهيل دخول هؤلاء المنكوبين بأسرع وقت ممكن، وتعهد بتوفير المسكن لهم في مساجد بغداد. هذه الأيام يعيش بلدنا ظروفا قاسية. اليوم نحن في حرب ضد داعش، هذه الحرب تقتضي تعاون الأطياف بأجمعها، ومن هنا نحن نناشد الحكومة المركزية أن يسمحوا للعوائل النازحة من الأنبار بيسر للدخول إلى بغداد، ونحن على استعداد تام لإيوائهم في المساجد المنتشرة في بغداد، وإمكان إطعامهم قدر ما نستطيع، لأن هؤلاء عوائل والجو وهم الآن في العراء، فلا ينبغي أن يبقى أهلنا وعوائلنا في العراء، هم عراقيون وبغداد هي عاصمة العراق. فعليه نناشد الحكومة، نناشد الأجهزة الأمنية، نناشد مجلس النواب، نناشد المسؤولين أن لا يتركوا عوائلنا في العراء، بل أن ييسروا دخولهم إلى بغداد، ونحن سنقوم بواجبنا إن شاء الله. المجمع الفقهي من جهته طالب بإدخال هذه العائلات التي هربت من بطش المجاميع الإرهابية بعد أن ذاقت العناء لأكثر من عام تحت القصف المستمر. اليوم ناشد خطيب جمعة الإمام الأعظم الشيخ الدكتور عبد الستار عبد الجبار باسم المجمع الفقهي وباسم أهل العظمية وباسم مسجد الإمام الأعظم، ناشد المسؤولين أن ييسروا دخول هؤلاء الذين نزحوا وانهزموا من نار المعارك والحروب الجارية في مدينة الأنبار، والأمر جاري التنسيق به. أيضا صلى عندنا رئيس الديوان ومعاون رئيس الديوان وقيادة الديوان، واليوم يعني نحن في تنسيق سريع ومباشر مع المسؤولين السنة، وخاطب الشيخ عبد الستار أساس السنة إن كانت لهم غيرة وحرص على أهلهم أن يتجهوا لهؤلاء الذين انهزموا من نار الحرب ومن ظلم الظالمين هناك، ليأتوا نازحين إلى بغداد، أن يذهبوا إليهم ويعني يدخلوهم وبغداد للجميع. وهؤلاء الذين نزحوا من الأنبار هم ناس عراقيون اضطرهم ظلم المجرمين العصابات اللي سيطر على محافظاتهم، ويعني العمليات الجارية والقصف اضطرهم إلى أن يتركوا دورهم وديارهم وأموالهم ويفروا بأنفسهم وأرواح أطفالهم ليأتوا إلى بغداد اللي يظنون أنها للجميع. ويعني نريد من الساسة ومن الحكومة أن تبرهن فعلا أن بغداد للجميع، وأن بغداد في خدمة كل زائر يأتي إليها وكل نازح ينزح إليها. إذن هي أزمة نزوح مركبة أفرغت أكثر من ثلث مساحة العراق من ساكنيه، يدفعون بأرواحهم وأطفالهم وممتلكاتهم ثمن أخطاء السلطة والمتسلطين على رقابهم منذ نحو عام كامل. من بغداد، أنس يوسف، قناة التغيير. أعلنت قيادة عملية صلاح الدين دخول القوات الأمنية إلى مصفى بيجي شمالية كريت، وأكد قائد عملية صلاح الدين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي
أكد أن القوات الأمنية من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي دخلت إلى المصفى، وأن الاشتباكات مستمرة مع عناصر داعش المتسلين داخله، وتتم معالجة هذه الأهداف تدريجيا بعد دخول القوات المشتركة. لقي قيادي برتبة عميد في الحرس الثوري الإيراني يدعى حبيب تشاد مكان مصرعه أثناء مواجهة مع تنظيم داعش بمدينة سامراء في محافظة صلاح الدين. وذكر موقع فيرهنج النيوز التابع للحرس الثوري أن العميد حبيب كان من مقاتلي الحرس الثوري إبان الحرب العراقية الإيرانية، وتوجه للعراق لتقديم استشارات للقوات العراقية والحشد الشعبي، موضحا أن العميد يكنى بأبي المكارم. أعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم عن تحرير 4 قرى جنوبية كركوك بعملية أمنية نفذتها قوات مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة. وأكد كريم أن قوات مكافحة الإرهاب وقوات البشمركة تمكنت من تحرير قريتي الأزيرية والعطشانة غربية دقوق جنوبية كركوك بعد عملية أمنية كبيرة، وأحكمت سيطرتها على القريتين بشكل كامل، مضيفة أنه تم تطهير قريتي باشناخ الكبير والصغير جنوبي كركوك أيضا خلال عملية أمنية نفذتها قوات البشمركة ومكافحة الإرهاب، مشيرا أن القرى الأربعة التي تم تطهيرها تحتل أهمية استراتيجية لكونها تقع غرب قضاء داقوق، والتي كانت تشكل تهديدا لأهالي القضاء وناحية تازة وتهديدها على الطريق الرابط بين كركوك والغداد إلى جانب قضاء داقوق يضم أيضا حقل جنبور نفطي. إلى ذلك، أكد مصدر طبي في دائرة صحة كركوك أن حصيلة المعارك التي انطلقت اليوم لتطهير عدد من قرى جنوب كركوك بلغت نحو 70 قتيلا وجريحا من القوات البشمركة والحشد الشعبي، حيث أكد المصدر أن حصيلة العمليات العسكرية التي نفذتها قوات البشمركة والحشد الشعبي ضد تنظيم داعش جنوب كركوك هي 9 قتلى، من بينهم 5 من عناصر البشمركة و4 من عناصر الحشد، فيما أصيب 60 آخرون من البشمركة والحشد الشعبي وعناصر من الشرطة المحلية. في الأثناء، أكد مراسل التغيير أن القوات المشتركة أحكمت قبضتها على قصبة بشير وتوغلت إلى الداخل، مؤكدا أن عناصر داعش محاصرون بشكل تام في المنطقة. هذا وقتل نائب مدير عام أسايش كيرمان واثنان من منتسبي الأسايش على يد عناصر داعش جنوبية محافظة كركوك. وأكد العميد كوا غريب مدير شرطة قضاء داقوق أن العقيد هزار خليل نائب مدير عام أسايش كيرمان واثنين من منتسبي الأسايش قتلوا خلال العملية العسكرية التي شنتها قوات البشمركة لتحرير عدد من القرى التابعة لقضاء داقوق من تنظيم داعش. كما أكد العميد كاوا غريب في تصريح أن قوات البشمركة تواصل تقدمها لتحرير تلك القرى، وقد كبدت عناصر التنظيم خسائر جسيمة. تسبب تفجير سيارة ملغمة يقودها انتحاري استهدفت إحدى المقاهي بالقرب من مقر القنصلية الأمريكية بأربيل بسقوط عدد من القتلى والجرحى من بينهم أجانب، فيما هرع سيارات الإسعاف والقوات الأمنية إلى منطقة الحادث وبدأت بإغلاق الضحايا بإخلاء الضحايا، حيث تم إغلاق مكان التفجير ومنع الاقتراب منه تحسبا لأي طارئ. صهيب الفهداوي عد لنا هذا التقرير. حجم الدمار والخراب الذي خلفه الانفجار يبدو بأنه نتج عن سيارة ملغمة استهدفت إحدى المقاهي التي يرتادها موظفي وعناصر حماية القنصلية الأمريكية في أربيل، ما تسبب في مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين. لم تكشف تصريحات المسؤولين عن جنسياتهم أو إذا ما كانوا يعملون في القنصلية. رجال الأمن يحققون في القضية، ما كان هناك سيارة انتحارية لو عبوة وعدد الشهداء 3 والجرحى 5. هم الرواد ما نعرف أمريكان لا عراقيين. اثنين كانوا داخل المقهى احترقوا مع الأسف بالكامل، جنسياتهم بعدين احنا نحقق في هذا، وبعد قليل راح يكون هناك بيان رسمي حول الحادث. المقهى الواقع في ناحية عنكاوة شمالية أربيل لا يبعد سوى أمتار قليلة عن بوابة القنصلية الأمريكية التي تخضع لحراسة مشددة من قبل قوات نمور النخبة الكردية، كما إن المقهى قريب أيضا من مديرية شرطة الناحية.
وتسبب الانفجار بتدمير المقهى بشكل شبه كامل وإلحاق أذى بالغ بالمحال التجارية المجاورة وإحراق عدد من السيارات المركونة على جانبي الطريق. الأشخاص الموجودين الأجانب يجون، لا يعني أكراد يجون، العراقيين يعني كل شو اسمه الناس يجون. وشو صار بالضبط؟ وقالوا يعني بالضبط حتى سمع يعني ما عندي فد إخبار بالضبط يعني 100%، بس اللي يقولون الجماعة اللي يعني فد سيارة خخة جاي يعني صار تفجير على قدام الكافتيريا. الأجهزة الأمنية بكافة طواقمها من عناصر الأمن والشرطة هرعت إلى مكان الحادث وفرضت طوقا أمنيا حول المنطقة، وبدأت سيارات الإسعاف في إخلاء الجثث والجرحى، كما قامت فرق الدفاع المدني بإطفاء النيران التي اشتعلت بالمحال التجارية المجاورة والسيارات. أربيل عاصمة إقليم كردستان تعتبر المكان الأكثر أمنا في العراق، وكانت ولا زالت الملاذ الآمن للكثير من العراقيين الذين نزحوا بسبب انهيار الأمن في مناطق واسعة من العراق، وهي نادرا ما تشهد هكذا خروقات أمنية. من أربيل، الفهداوي صهيب، قناة التغيير. أعلنت قوة المهام المشتركة تنفيذ قوات التحالف الدولي ل13 غارة جوية على معاقل تنظيم داعش في العراق. وأوضحت القيادة في بيانها أن طائرة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية دمرت وحدات تكتيكية ومركبات عسكرية ومدافع آلية ثقيلة، بالإضافة إلى وحدات قتالية ومنصات لإطلاق الصواريخ، فضلا عن استهداف عدد من العجلات العسكرية والجرافات التي يستخدمها عناصر داعش في فتح الطرق وبناء السواتر الترابية خلال الضربات الجوية التي طالت مبانيهم ووحداتهم في مدن الرمادي والفلوجة والموصل وقضاء سنجار بمحافظة نينوى. نشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو لعناصر التابعة لميليشيا حزب الله في العراق وهي تردد شعارات الولاء للمرشدين الإيرانيين الخميني وعلي خامنئي. أرجع المرجع أو أكد المرجع العربي العراقي السيد محمود الحسن الصرخي أن ما يجري في مدينة تكريت من أعمال سلب ونهب محرمة شرعا نتيجة استهدافها لمنازل المواطنين وبالسرقة والتفجير والانحطاط الخلقي الذي يعكس مدى الفضيحة التي وصل إليها ضعفاء النفوس، مبينا أن ما حصل في محافظة كربلاء بحق أتباع الصرخي يماثل ما يجري اليوم في باقي مدن العراق بينها مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين. كما أكد الصرخي في معرض حديثه أن الأحداث التي جرت في مدينة تكريت بعد دخول العناصر الميليشياوية كانت مبنية على فتاوى وصفها بالجاهلة والمتعصبة الخارجة عن تعاليم الدين الإسلامي. من جهة أخرى، أوضح الصرخي أن إيران قد خسرت المعركة مرتين في العراق، عندما توهمت بأنها قادرة على تحقيق الانتصار من دون مساعدة الأمريكان، والثانية عندما رجعت عن قرارها واستعانت بصورة يائسة بواشنطن، مشيرا إلى أن الادعاءات حول تحقيق الانتصارات في مدينة تكريت كانت واهمة، خاصة بعد أن خسرت الميليشيات العديد من عناصرها ومعداتها، بالإضافة إلى تسببهم بافتعال حرب طائفية صبت نيران غضبها على المواطنين الأبرياء في تكريت. سقط 30 شخصا بين قتيل ومصاب جراء تفجير سلسلة من العبوات الناسفة بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وأفاد مصدر أمني بمقتل شخصين وإصابة 9 آخرين نتيجة انفجار عبوة ناسفة بالقرب من سوق شلال في منطقة الشعب، كما قتل شخص واحد وأصيب 6 آخرون إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكفاح، في حين قتل شخص واحد وأصيب 6 آخرون بانفجار عبوة داخل سيارة النقل العام في بغداد الجديدة جنوب شرقي بغداد،
إلى ذلك قتل عنصرا من الشرطة وأصيب 5 آخرون نتيجة انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم لدى مرورها في قرية عرب جبور بمنطقة الدورة. عقد مكتب البرلمان العراقي في كركوك ندوة لمناقشة قانون الأحزاب الذي طرح في البرلمان للتصويت عليه، ودعا المجتمعون إلى البحث عن مصادر تمويل الأحزاب في العراق، مشددين في الوقت نفسه على أن يكون ولاء التيارات السياسية للبلاد للنهوض بواقع العراق وتحقيق الاستقرار فيه. راح نناقش الدف مواد الأولى من خلال هذا الفصل. تم عقد ندوة لمناقشة قانون الأحزاب الذي طرح في البرلمان العراقي، وبالتالي طرح على ممثلي الأحزاب السياسية على اعتبار أن الأحزاب السياسية سوف يكون لها دور في موضوع تدوير العمل السياسي للسلطة، وبالتالي هناك مقترحات أبدت الأحزاب السياسية رأيها في هذا الموضوع فيما يخص مصدرية تمويل الأحزاب السياسية حتى تكون قادرة على لملمة الوضع السياسي وعدم جعل الأحزاب تنتمي بانتماءات خارجية أو بانتماءات تضر بمصلحة البلد وتمضي بمصلحة الوطن، وبالتالي أنا في اعتقاد هذه المقترحات سوف تلعب دور في تشريع قانون سياسي خاص بالأحزاب السياسية قادر على تحقيق المصلحة العراقية. وبشكل عام القانون يخدم الحياة السياسية في العراق، وندعو منا البرلمان العراقي بإشراك منظمات المجتمع المدني وبإشراك المثقفين من جميع الفئات في كيفية إصدار قانون يؤسس الحياة السياسية في العراق، يؤسس أو يكون بداية لتأسيس الأحزاب بعيد عن التطرف الديني والقومي والمذهبي. باعتقادي إذا تم إقرار هذا القانون بعد التعديلات اللي اقترحناه يكون قانون يخدم الحياة السياسية في العراق. قانون الأحزاب بالتأكيد الكل جميع الأحزاب من يريد أن يعمل في هذا البلد وفق قانون وفق ضوابط ينتظر هذا القانون اليوم قبل الغد. يحدد كوننا الأحزاب هي المادة الأساسية لهذا القانون، فتمت مناقشة المواد المعروضة ضمن هذا القانون من أجل إثرائه بملاحظات عسى لعل أن تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل رئاسة البرلمان في بغداد. كثير من المواد الموجودة كان هناك ملاحظات من قبل ممثلي هذه الأحزاب والكيانات، لكن بالمحصلة نقول إنه قانون مهم جدا لتحديد وضبط تشكيل هذه الأحزاب، وبالتالي تحديد مسارات الأحزاب وتحديد الأهداف التي يعمل من خلالها الأحزاب. بعيدا عن شبح النزوح الذي يحاكي الأسر التي هامت تبحث عن ملاذ آمن في العراق، احتضنت مخيمات النزوح المتداعية هذه المرة فرحة عمت أرجاء مخيم الأمل الذي أقيم فيه حفل زفاف جمع أحد نازحي جرف الصخر بنازحة من مدينة الفلوجة ليخفف بذلك من وطأة الآلام التي تنتاب النازحين بسبب بعدهم عن مواطن سكنهم الأصلية. نرجع لمناطقنا إن شاء الله. وهاي فرحة عندي يعني جوز يعني ألاقي لك أزيد من العرس هم جوز أشذب عليك، يعني فرحة حلوة وناخذ أعراسنا ويانا الجدد. نرجع لها الاثنين تسوى الدنيا وما بيها. الفرحة الحمد لله والشكر أنه فرحوا المهجرين وفرحنا فرحة يعني كبيرة، ونريد هاي الفرحة تدوم لأن إحنا قلوبنا تعبت هواية، والحمد لله والشكر من يعني الإخوان يعني جهزونا هذه الفرحة وفرحنا إحنا وفرحة الأطفال وفرحة يعني الكبار والنساء، والحمد لله والشكر من فرحنا هاي الفرحة، ونريد هاي الفرحة يا ربي تدوم ونعود إلى مناطقنا، يعني نعود بأسرع وقت. من المقرر أن يتوجه الرئيس العراقي فؤاد معصوم إلى تركيا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وذكرت مصادر مطلعة أن معصوم قام بالتوقيع على وثيقة تفيد بتعيينه ل 41 شخصا كمرافقين له في زيارته المقررة إلى تركيا في 21 من الشهر الجاري. وجاء في الوثيقة أنه يكون تشكيل الوفد المرافق لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم خلال زيارته إلى تركيا للفترة من يوم 21 إلى 24 من الشهر الجاري، وأسماء الذوات المدرجة أدناه على أن تتحمل الخزينة المركزية نفقات الإيفاد والسفر. وأشارت المصادر إلى أن أبرز المرافقين لرئيس الجمهورية هم وزير الداخلية محمد الغبان، ووزير الثقافة فريد رواندوزي، وفالح الفياض مستشار الأمن القومي، ونصير العاني رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، فضلا عن أسماء آخرين كمستشارين ومدراء عامين ومسؤولي تشريفات. النشرة مستمرة من التغيير، وهذا أبرز ما جاء فيها. We'll be right back.
تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى الرمادي بالتزامن مع معارك عنيفة مع داعش ومطالبات لإنقاذ قاعدة عين الأسد من هجمات التنظيم. الموت يهدد كبار السن والأطفال الذين نزحوا من مدن محافظة الأنبار وعوائل الرمادي على تخوم بغداد بانتظار دخولها. قيادة عمليات صلاح الدين تعلن دخول القوات المشتركة إلى مصفى بيجي، وطهران تعلن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بمعارك سامرة. البيشمركة تطلق عملية أمنية لاستعادة مناطق جنوب كركوك بإسناد التحالف الدولي وتتمكن من تحرير بعض المناطق. تواصل عملية عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والعاهل السعودي يأمر بإرسال 274 مليون دولار لعمل الإغاثة الإنسانية. بكم من جديد. أعلن المتحدث العسكري باسم عملية عاصفة الحزم العميد الركن أحمد حسيري أن طائرات التحالف نجحت باستهداف مواقع حيوية لميليشيات الحوثي في عدن ولحج، حيث تمكنت من خلالها من تدمير عدد من مخازن الأسلحة والذخيرة، لافتا إلى أن المتمردين وأنصار رئيس المخلوع علي عبد الله صالح يحضران لعملية عسكرية عند الحدود السعودية. يوم أمس نفذت عمليات في مثلث لحج تعز عدن. تم أمس في تعز، وذكرت لكم أنه كانت تتم خلال العصر يوم أمس عمليات دعم لأعمال اللواء 35 الذي يخوض معارك ضد لجان ضد الميليشيات الحوثية والعناصر الجيش المتمردة. تم استهداف موقع لهم كان عبارة عن مركز قيادي لهذه الميليشيات في القصر الرئاسي في تعز. كان وسوف تلاحظون من خلال الفيديو أنه عبارة عن مستودع ذخيرة ومركز عمليات، وكان من خلاله تنظم العمليات التي تهاجم المواطنين وتهاجم العمليات وتديم العمليات في داخل مدينة تعز. كذلك الحال في لحج وفي عدن في أطراف عدن. ذكرت لكم أن المتابعة الآن دقيقة على التحركة من صنعاء باتجاه الشمال، وأنه هناك معلومات مؤكدة أنه الميليشيات الحوثية تحضر لعمل ما باتجاه الحدود السعودية، ولذلك يجري الآن تحريك معدات من التي كانت تابعة للجيش اليمني في محيط صنعاء. والجميع يعرف أنه الاحتياطي الاستراتيجي للجيش اليمني يتواجد بالقرب من صنعاء، ولذلك يحركون هذه المعدات الآن باتجاه الشمال يتم متابعتها وتدميرها. أمس كان في تحريك لبعض قواعد الإطلاق لصواريخ الأسكات وبعض العربات القتالية، دبابات وناقلات جنود، واستهدفت من قبل طيران التحالف. تم إسقاط أمس ما عبارة عن دعم لوجستي لعناصر المقاومة في أكثر من موقع. العمل المستمر لاستهداف المواقع التي تحصن فيها هذه الميليشيات في مواقع اللواء 125 شرق عدن، وكذلك اللواء 117 في منطقة صعدة. وأشار سيري إلى أن تحالف جدد دعمه للجان المقاومة الشعبية، حيث تم إسقاط دعم لوجستي في أكثر من موقع، مؤكدا أن الطائرات الحربية تمكنت من شل حركة المتمردين ومنع تسيير أرتالهم، غير أنهم نصبوا عدة نقاط تفتيش لاختطاف المواطنين على خلفية انتمائهم المذهبي. العمل مستمر بشكل يومي وعلى مدار الساعة فيما يخص دعم أعمال اللجان الشعبية على الأرض، سواء داخل عدن أو تعز أو في الضالع وشبوة، لدعمهم فيما يخص مقاومة أعمال الميليشيات الحوثية. أكدنا لكم أمس أن هذه الميليشيات لا تزال الآن أو أصبحت الآن في وضع دفاعي، وهي كذلك الآن تستمر القوات الجوية في تعطيل حركتها وفي منعها من الانتشار أو إعادة الانتشار.
لدينا معلومات مؤكدة أنه المواطن اليمني عندما يعبر للدخول لمناطق داخل اليمن يتم تفتيش المواطنين وفرزهم حسب ولاءاتهم وانتماءاتهم الدينية، ويتم إلقاء القبض على من ينتمون إلى القبائل التي تدعم الشرعية في ممارسات تعسفية يستهدف بها المواطن اليمني. سقط عدد من عناصر التمرد الحوثي بين قتيل وجريح نتيجة استهداف في سيارات كانت تقل لهم من قبل التحالف العربي جنوبي اليمن. كشفت مصادر صحفية عن قيام إيران بنقل عناصر من حزب الله اللبناني إلى اليمن للمشاركة في معارك المتمردين الحوثيين قبل أيام من بدء عملية عاصفة الحزم. وأوضحت صحيفة الشرق الأوسط أن جانبا من عملية النقل جرت عبر جزر تستأجرها إيران في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية، مشيرا إلى أن طهران اضطرت للاستعانة بميليشيات حزب الله بعد أن واجهت عناصر من الحرس الثوري الإيراني صعوبات في العمل باليمن، حيث أضافت الصحيفة أن عناصر من حزب الله كانوا يعملون لصالح إيران حول بغداد ودمشق وجرى نقلهم لليمن وإحلال مقاتلي أفغان محلهم في العراق وسوريا لتعويض النقص. أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار للإغاثة في اليمن، إذ أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الملك سلمان أمر بتخصيص المبلغ المشار إليه لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، وذلك استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدات الأمم المتحدة. وزعت إحدى المنظمات الإسلامية المواد الإغاثية للنازحين اليمنيين نتيجة العمليات العسكرية الدائرة في البلاد. وأكدت مصادر أكدت القيادة المشتركة للعمليات العسكرية التابعة لقوات التحالف الدولي تنفيذا لثمان ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش شمالية سوريا. وأوضحت القيادة في بيانها أن قوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن دمرت مركزا تدريبيا وخمس وحدات قتالية وعددا من العجلات العسكرية، فضلا عن وحدات تنقيب ومضخات استخراج النفط الخام التابعة لتنظيم داعش خلال الغارات الجوية التي شنتها المقاتلات الحربية على معقل التنظيم في بلدة عين العرب كوباني ومحافظة الحسكة. قتل ما لا يقل عن 33 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين في سلسلة تفجيرات انتحارية هزت مدينة جلال آباد بشرق أفغانستان. وذكرت مصادر أمنية أن التفجير الانتحاري الأول استهدف مصرفا كان موظفو الحكومة يستلمون منه رواتبهم، مشيرا إلى أن انفجارا ثانيا وقع على بعد أمتار من مكان الانفجار الأول، فيما استهدف انفجار ثالث مزارا دينيا. حصاد الإخباري انتهى من التغيير، وهذا أبرز ما جاء فيه. تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى الرمادي بالتزامن مع معارك عنيفة مع داعش ومطالبات لإنقاذ قاعدة عين الأسد من هجمات التنظيم. الموت يهدد كبار السن والأطفال الذين نزحوا من مدن الأنبار وعوائل الرمادي على تخوم بغداد بانتظار دخولها. قيادة عمليات صلاح الدين تعلن دخول القوات المشتركة إلى مصفى بيجي، وطهران تعلن عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني بمعارك سامراء. البيشمركة تطلق عملية أمنية لاستعادة مناطق جنوب كركوك بإسناد التحالف الدولي وتتمكن من تحرير بعض المناطق. تواصل عمليات عاصفة الحزم ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، والعاهل السعودي يأمر بإرسال 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية. النشرة انتهت.